الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يؤذن عندنا الظهر الساعة 12 تماما، والعصر يقول يؤذن الساعة 13:00. يقول: أنا أصلي الظهر في بعض الأحيان الساعة 2:30 أو الساعة 3:45 بسبب النوم، فهل صلاتي صحيحة؟ يقول: أحيانا أريد أن أؤدي السنة القبلية والبعدية، ولكني أخشى من ذهاب الوقت فأكتفي بصلاة الظهر فقط. الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: من المعلوم أن المرأة لا يلزمها إيقاع الفريضة جماعة، لأن الجماعة إنما تجب في حق الرجال دون النساء. وبما أن السائل امرأة فإن الواجب عليها أن توقع الفريضة في وقتها، فإن الله عز وجل قد جعل لكل فريضة من الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء، فيجوز للمرأة أن توقع الفريضة في أول وقتها وهو الأفضل، إلا بدليل، لأن المتقرر عند العلماء أن إيقاع الواجب الموسع في أول وقته أفضل، إلا بدليل، ولأن إيقاع الصلاة في أول وقتها من جملة المسابقة والمبادرة لفعل الخيرات والمسارعة في مرضات الله عز وجل وفي إبراء الذمة، ولأن ذلك أبعد عن الصوارف والشواغل التي قد تشغل الإنسان عن أداء الفريضة في وقتها. ولكن يجوز للإنسان في الواجب الموسع أن يؤخر أداء هذا الواجب إلى منتصف الوقت، فإذا صلت المرأة صلاة الظهر في أول وقتها فلا جرم أن هذا هو الأفضل، وإذا صلت في أثناء وقتها فلا بأس ولا حرج عليها، ولكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الفريضة إلى آخر وقتها بمقدار لا يفي بفعلها فيه. لا يجوز للإنسان أن يؤخر الفريضة إلى آخر وقتها بمقدار لا يفي بفعلها فيه، فكلما كان الإنسان مبادرا لأداء الفريضة في أول وقتها كلما كان أفضل عند الله عز وجل. وبما أن الأذان للظهر في هذه الأيام يؤذن الساعة 12، وتقول السائلة إنها تصلي في الساعة 2 ظهرا، فلا بأس عليها إن شاء الله ولا حرج عليها، وكذلك نقول في صلاة العصر، إلا أن المبادرة بفعل صلاة الظهر في أول وقتها في غير شدة حر هو الأفضل، وكذلك المبادرة بفعل صلاة العصر في أول وقتها هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فينبغي للإنسان أن يكون حريصا على أداء الفرائض في أول وقتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما النوافل القبلية والبعدية فهي من جملة السنن التي يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. فإذا أمكن الإنسان أن يؤدي النافلة القبلية والبعدية فلا جرم أن هذا أعظم لأجره عند الله عز وجل، لأن النوافل تسد نقص الفرائض وترفع درجات العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، والله أعلم.